الجزائر أنوان قناتكم الأولى. الجزائر أنوان tv.com. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، إن رمت جنة خلد طاب مسكنها، عليك بالبر أشكالا وألوانا. أحسن إلى الأم بادر في حوائجها، الأم باب إلى الجنات ريانا. أطع أباك وصل خيرا قرابته، بذا تحقق قول الله إحسانا. مبادرة من طالبات الإقامة الجامعية الكحلي إبراهيم، وكذلك الطاقم الإداري للإقامة زارت اليوم هذا الوفد، وفد الطالبات والإدارة، إلى مركز المسنين ببكيريا لزيارة أبائنا وأمهاتنا. هذه الالتفاتة من الطالبات الإقامة لتقديم بعض الهدايا وكذلك المساعدات للمقيمين والمقيمات بهذا المركز. كما لاحظنا ارتياح لدى المقيمين من خلال تحسيسهم بالتفاف طالباتنا الفضليات مع كافة المقيمين هنا، وخلق جو تلاحم الأسري بين الفئات العمرية، حيث لاحظنا ارتياح كبير لدى المقيمين مما يقدمه هو مركز من الخدمات للمقيمين. قامت اليوم إقامة الإقامة الجامعية الكحلية إبراهيم بزيارة لدار المسلمين ببكيريا، حيث كان مشهد جد مؤثر بالنسبة للنساء والرجال. نتمنى الناس تصلى في والديها، وهذا ما نقدر نقول.